الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل. بعتقد أنه صار في جهة طبوع على سوق السيارة. قلبه ما تحمل اللي عمله هداك الواطي. عم يقوله بعد حدا طلع بوشه بعد اللي صار. كان بيحبه تقولي ابنه. وبالنهاية سود وشه قليل الوجدان قاعد بحضنه وعم ينتف بدقنه. كان زلم كتير منيح وقلبه لالله. الله يرحمه. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. ليش ماما ما اجت معنا؟ لا تتعبي حالك اختي، استندي علي، استندي. مستنى هون بلا ما نفوت. ماشي مثل ما بدك، مستنى. عم تطلعي شو في هدول؟ بعد لا تقرب، لا تقرب. اهدى اهدى، لا تخاف. لا يقرب منا. لا تخاف. ليكو راح. مسكي ايده للصبي، خاف يخطفوه. طمن ماسك طمن. شو هالعجقة هون؟ والله بتخوف. هالسوق كبير مو هيك عمتي؟ ايه حبيبي. مش الحال ما تقلق. كنا صافين على الدور لهيك تأخرنا. تقولي يوم الحشر العالم فوق بعضها، صرنا ساعة ناطرين. لأنه تأخرتي، لو جاي بكير ما كنت استنيتي كل هذا ميسر. شو نحن كنا عم نتسلى لمعياني؟ اسمعوا على هالحكي، ما رحنا على الدكتور واستنينا النتيجة بالمخبر. اشتريتوا الأدوية؟ ايه اشتريناها، أنا جبت لها اياها. لكان يلا خلونا نتفتل باسطنبول. أنت بتعرف أكثر منا، يلا فتلنا شوي يلا. اسمعي نحن مو جايين لهون لحتى نتسيرا. نحن منعرف منيح شو سبب جايتنا لهون، لا تفلسف علينا. وما فيك تتركنا قبل ما تأملنا شي مطرح، عم تفهم؟ انت مجبور فينا. انت فيك تمشي؟ تقدر تمشي؟ خلص خلونا نروح من هون. ما عندك حزة، امشوا. امسكي صبي منيح، ميسر خليكي ورانا لا تضيعي. اطلع قدامك اطلع. خاطرك امي. روح الله معك ابني، الله يبعد عنك ولاد الحرام يا رب. لا تزعلي مني امي. الله يوقف معك وينور طريقك. انا بتحمل كل شي كرمالك حبيبي، بس المهم انه انت تكون كتير مبسوط وبالك مرتاح ورايق. لا تاكلي امي، ديري بالك على حالك، لا تشغلي لي بالي عليكي. بابا أنا جاي معك على الكراج لوصلك. حيان جاي معي. لا تقطعنا يا ابني مشان الله. طمن بابا. دير بالك على شغلك منيح وبعد عن مشاكل يا ابني. لا ترجع لموضوع البنت. وعدوني انه يدبروا لي فيزا لبرا، رح سافر على أوروبا. الله يسر لك يا ابني. تسلم. يلا بسرعة لنلحق الباص.
يلا خاطركم. الله معك ابني، الله يفتح بوشك ان شاء الله وييسر لك امرك ويبعد عنك ولادين الحرام. الزلمة جاي لهون؟ اليوم بيوصل لهون. ما بعرف ليش تصرفت هيك. وجوده هون خطر علينا كلياتنا. بعده عننا في خطر علينا أكثر من قربه مننا، هيك فينا نسيطر عليه. هذا مخه ما بيستوعب هيك قصص. إذا كان قريب منا رح نسيطر عليه بسهولة، وطالما رح يشتغل عنا بالشركة، رح يكون تحت إيدنا ومنحسن نراقبه. رح نشغله شوفير هون. منعطيه شاحنة ومنخليه يسافر على أوروبا والبلقان، وكل سفرة من هدول بتاخد من 10 ل 15 يوم على اقل تقدير. فكره كتير حلوه يا خالي. هالتغيير اكيد رح يفيده ورح يتفتح عقله، ساعتها رح ينشغل عنا، وطالما انه رزقته عنا هون بالشركه رح يفكر يحافظ عليها، لهيك بده يسعى ليكسب ثقه معلمينه. لساتني ماني مطمن له. كان فيك تلاقي لنا غير الحل. رفعت لاقي لنا غير هالحل. لاقي لنا حل احسن ما تقعد تتفلسف وتنظر علينا. انت شاطر بالحكي بس ما في فعل. تاركنا نحن نتكفل بكل شيء، ونحن يلي عم نركض من هون لهون مشان ما ينتشر الخبر بالجرايد. وما تنسى انه نحن كمان يلي عم نسعى لنقنعه لرشوان بيك. اللي انت وابنك شو عملتوا لهلا غير الحكي؟ بدل ما تقعدوا تعترضوا هيك، قولوا له لمنير الله يعطيك العافيه على كل شيء سوالكن اياه. لولا كانت البنت حكت كل شيء وعطت افادتها للشرطه كمان، وتعرف وقتها شو كان رح يصير فينا سيد رفعت. لكننا قدرنا نكذب القصه، ولكننا قاعدين هلا عم نحكي بهالشيء. معك حق بكل شيء، بس لا تقعد تبسبس لي.